السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، معكم ميس هبرك. النهاردة إن شاء الله سنة خمسة هنكمل شرح منهج كونكت 5 من كتاب الأضواء الجامعي 2024 الفصل الدراسي الأول. النهاردة هنكمل يونت 2 I want to be healthy. معانا إن شاء الله الدرس التالت ليسون 3 هنشرحه حين تدريباته، ميد نمبر 70 صفحة 70. بيقول لي sports places and equipment، يعني إيه الأماكن والمعدات الرياضية، اماكن الالعاب المختلفه وايه يا ولاد، والاجهزه او المعدات اللي بنستخدمها ايه في كل رياضه. تعالى بقى نشوف كده، اول حاجه عندنا ايه ده، بيقول لي عندي ده البليسز الاماكن. اول حاجه عندي مين ده، بيقول لي ملعب كره القدم اسمه ايه يا ولاد، فوتبول بيتش، فوتبول بيتش، فوتبول بيتش، فوتبول بيتش. نقول ايه بقى تعريفه، ده ديفينيشن تعريفه ايه، this is where I play football، this is where I play football، هذا المكان الذي العب فيه كره القدم. تبقى الفوتبول بيتش يا ولاد ملعب كرة القدم، this is where I play football، this is where I play football. تاني حاجة التنس كورت اللي هو ملعب التنس، this is where I play tennis، this is where I play tennis، ده المكان اللي بلعب فيه ايه يا ولاد التنس. بعد كده المكان التالت swimming pool، swimming pool اللي هو حمام السباحة، تقول this is where I go swimming، ده المكان اللي أذهب فيه للسباحة. يبقى الفوتبول بيتش this is where I play football، التنس كورت ملعب التنس this is where I play tennis، السويمنج بول this is where I play أو I go swimming. بعد كده بقى عندنا الإيكوبمنت المعدات أو الأجهزة، عندنا الكاراتيه سوت اللي هي بلد كاراتيه، كاراتيه سوت، كاراتيه سوت، كاراتيه سوت، this is what I wear، هذا ما أرتديه to do كاراتيه لأمارس الكاراتيه، this is what I wear to do كاراتيه، this is what I wear to do كاراتيه. بعد كده فوتبول بوتس أحذية كرة القدم، فوتبول بوتس this is what I wear to play football، هذا ما أرتديه لألعب كرة القدم، this is what I wear to play football. سكواش راكتس، سكواش راكتس، سكواش راكتس المضارب بتاعت السكواش، راكت يعني مضرب، this is what I use to play squash، ده بيستخدمه في لعب السكواش، this is what I use to play squash. swimming goggles، swimming goggles نظارات السباحة، this is what I wear، هذا ما أرتديه to go swimming لأذهب للسباحة، swimming goggles، swimming goggles، this is what I wear to go swimming. بعد كده ايه الرياضة اللي عندي دي، كونغ فو، كونغ فو، this is when I do high kicks، هذا ما أفعل به ايه ركلات عالية، اللعبة دي فيها ركلات عالية. it rhymes with you and to you، تو في اصوات كده ايه بتخرج ايه هما ايه بيعملوا الحركات تمام، وفيها ايه طبعا موفز حركات كتير. ده بالنسبه يا اولاد لاول حاجه طبعا كانت عندنا ايه البليسز الاماكن، بعد كده الايكوبمنت، وبعد كده عندنا ايه السبورت. هنقولهم كده، بيقول لك الفوتبول بيتش ملعب كره القدم، فوتبول بيتش وتعريفاته قريناها، فوتبول بيتش، فوتبول بيتش، ملعب تنس تنس كورت، تنس كورت، تنس كورت، حمام سباحة swimming pool، swimming pool، swimming pool، بدلة كاراتيه كاراتيه سوت، كاراتيه سوت، كاراتيه سوت، أحذية كرة القدم football boots، football boots، مضرب سكواش squash rackets، squash rackets، نظارات سباحة swimming goggles، swimming goggles، كونغ فو، كونغ فو لعبة الكونغ فو. تعال بقى ملعب pitch، 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 ركلات عالية high kicks، والجي اتش سايلنت في الكلمة دي مش منطقين، الجي اتش، high kicks، high kicks حركات moves، 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 ملعب أو فناء كورت، ده بلعب في تنس وبلعب في سكواش يا ولاد، كورت عالي high، high رائع awesome، awesome، pitch، high kicks، moves، كورت، high awesome. تصريفات الأفعال، ايه الافعال المنتظمه اللي بنجيب الماضي منها باضافه دي او اي دي او اي اي دي، كيك الماضي منها كيك، دي يركل الكره، كيك كيكد، كيك كيكد، براكتس تنتهي بالايه نحط لها دي بس براكتس، يبقى الفعل الذي لا ينتهي بالايه يا ولاد بنضيف له اي دي في الماضي، طب لو اخره ايه بنحط له دي بس، يبقى كيك كيكد براكتس براكتس، كيك كيك براكتس براكتس. 71 71 listen read and role play، كل واحد بقى من الاولاد بيتكلم عن نفسه بيقول لك I love my sport، بحب رياضتي، kicking a ball on a pitch
is my favorite thing، اكتر حاجه مفضله بالنسبه لي لما ايه اركل الكره على الايه او في الملعب، تبقى I love my sport، بحب الرياضه اللي هي كره القدم طبعا football، kicking a ball on a pitch اني اركل الكره في الملعب، this is my favorite thing، ده افضل حاجه مفضله بالنسبه لي، being in a swimming pool ان انا اكون في حمام سباحه، and doing this sport is the best thing for me، ده اكتر حاجه ايه ولاد مفضله بالنسبه لي ان اكون في حمام السباحه وامارس السباحه، I feel like a different person، اشعر ان انا شخص ايه مختلف، I feel like a different person، تبقى being in a swimming pool and doing this sport is the best thing for me، I feel like a different person. ده بقى بيمارس الايه الكونغ فو، I like the way I can do lots of different moves، بحب الطريقة اللي بعمل بيها ايه حركات مختلفة، I like high kicks، بحب الهاي كيكس بيست كثيرا، my suit بدلتي for this sport is white، البدلة بتاعتي للرياضة دي يا ولاد لونها ايه لونها بيكون ابيض، يبقى my suit for this sport is white. بعد كده لعبة ايه يا ولاد السكواش، I love this sport because I am very good at it، انا بحب الرياضة دي عشان انا جيد فيها، you play on a small court، بتلعب في ملعب صغير، with walls all around، محاط بالحوائط من جميع الاتجاهات، you have a small racket، معاك مضرب صغير، and you move very fast، بتتحرك بسرعة، you get really hot too، كمان بتشعر بالحر، ده طبعا قلنا سكواش. التنس بقى اخر حاجة معانا، بيقول لك I think it's an awesome sport، اعتقد ان دي رياضة رائعة، and I practice a lot in the summer، بتمرن عليها كتير جدا في الصيف، ليه؟ they have tennis courts in the park، لان الحدائق فيها ملاعب تنس، and I go there with my friends، وبروح هناك مع صحابي فبنتمرن في الصيف. لاحظ ان كلمة equipment يا ولاد لا تجمع، واسمها ايه معدات. بعد كده عندنا 72، الجزء التاني من الدرس ده البرونسيشن، درس الصوتيات، one syllable words، الكلمات ذات المقطع اللفظ الواحد، اللي هي حروف ايه ولاد consonant، حروف ساكنة بها ايه حرف ايه حرف متحرك زي صن، اليو كده ايه هنا متحرك، فدي كلمة ذات مقطع واحد، تمام، man برضو ايه one syllable، suck ده صوت المتحرك، تمام، pen برضو، cat، red، يبقى هو عبارة عن صوت متحرك مع ايه مع حروف ساكنة. طيب blending sounds in one syllable word، دمج الأصوات في كلمة ذات مقطع لفظ واحد، أنا ممكن حرفين يجوا مع بعض بس يدوني صوت واحد يا ولاد، دمج الأصوات. قالك when we pronounce a word، لما بننطق كلمة we don't say the letters، احنا مش بنقول حروف احنا بننطقها أصوات. طيب fish f i s h fish has four letters، فيها أربع حروف، but has three sounds، بس فيها ثلاث أصوات، صوت الف والإه والشا، دي صوت مع بعضها بيدينا شين، ودي صوت الإيه الإيه القصيرة، ودي إيه صوت الفاء، يبقى دي أربع حروف بس إيه ثلاث أصوات فقط، لأن دمجت حرفين مع بعض أعطوني صوت واحد اللي هو الشين. الدي والأو والدبل إل برضو أربع حروف، بس أدمج إيه الدبل إل مع بعضهم، يبقى الدي والأو والإل ثلاث أصوات، دل دل. طيب إف يو دبل إل برضو أربع حروف فور لترز، لكن عندي صوت الإف واليو والإيه والدبل إل، فول فول. بعد كده الان والي والسي والكي، السي كده بنطقها ك، تبقى الان ده صوت والاي صوت والك صوت، نك نك نك، تلات برضو ايه اصوات. 73 الحروف المتحركة اللي هما الاو والاي 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 واليو، خمس حروف ممكن ننطقهم لونج وممكن ننطقهم شورت، ممكن يكونوا ايه اصوات ممدودة وممكن يكون شرطة صوت ايه قصير. تعال نشوف اللونج ايه الايه الطويلة، الم بين بين بين، يبقى الاي اي تدينا ايه لونج ايه، وكمان الاي حرف ايه لاي ايه شرطة ايه تدينا برضو ايه طويلة، ميك بين ميك بين ميك، عند اللونج ايه الاي مع الاي والاي مع الاي، شاي تي تي تي، اقدام فيت فيت فيت، اللونج اي الاي جي اتش تدينا اي طويله، والواي بعد ساكن تدينا اي طويله، يبقى لايت لايت، كراي كراي، والبرد واي الاي حرف اي زي رايز رايز برضو لونج اي،
اللونج او وردة روز، روز مخروط كون، كون تمام. بعد كده اليو بقى تو، تو اقود فيول، فيول كيوب، كيوب. دمج الاصوات في كلمات ذات مقطعين. قالك المقطع اللفظي هو جزء من كلمة تحتوي على صوت واحد متحرك، يعني سباي الاي مع الحروف اللي قبليه يبقى ده مقطع، الدي مع الحرفين اللي قبليه واللي بعديه يبقى مقطع تاني، يبقى سبايدر، يبقى الكلمة دي مقطعين، سبايدر فيها مقطعين، سبايدر. تي، طب الدي مع دي تدينا ايه؟ لونج ايه، ما بقولش بقى عندي حرفين متحركين، عندي صوت واحد، يبقى ده مقطع، وده الايه مع الحروف دي برضو ده مقطع تاني، يبقى تيتشر فيها برضو مقطعين. رو بوت مقطعين، انسان آلي. بي بر ورق برضو مقطعين، بي بي مقطعين. دي ليت، طبعا الايه في الاخر مش بحسبها مقطع يا ولاد، تمام مش بحسبها مقطع لانها غير منطوقه، مقطعين برضو. وين دو مقطعين. را كت اتنين. هيو مان تو. تاي جر تو. فاينل هاتل. ميو زيك. اي جبت الايه لوحدها صوت. بو بولوت اللي هي اي يلوث. 74 تدريبات الدرس. Listen and write true or false. اسمع وقول لنا الجمل دي صح ولا غلط. Listen to me carefully. اسمعوني كويس يا ولاد. ده عبارة عن محادثة بين أمال and سارة. أمال بتقول لسارة إيه؟ What sport are you good at؟ إيه الرياضة اللي أنت بتجيديها؟ هتلاقي I am good at playing squash. I am good at playing squash. أنا جيدة في لعب السكواش. فأمال بتقول لها Where can you play it؟ بتلعبها فين؟ هتلاقي I can play it on a small court. بلعبها في ملعب صغير. With walls all around. محاط بالحوائط من جميع الاتجاهات. أمال قالت لها What do you need to play؟ Why؟ What do you need to play it؟ محتاجة عشان تلعب السكواش؟ قالت لها I need a small racket. محتاجة مضرب صغير. And to move very fast. ولازم أتحرك بسرعة. يبقى سارة is good at playing football. لا دي جيدة في ايه ولاد؟ قلنا في السكواش. يبقى دي ايه؟ فولس. سارة plays on a pitch. بتلعب في ملعب كرة قدم؟ لا بتلعب في كورت. يبقى دي برضو فولس. سارة uses rockets. بتستخدم المضرب to play her favorite game. في اللعبة المفضلة الصح. بعد كده read and match A with B. تعال نوصل. I do high kicks. ركلات عالية. بيقوم بركلات عالية في انهي رياضة يا ولاد؟ When I do kung fu. في الكونغ فو. كاراتيه سود. بدلة الكاراتيه is مالها؟ What I wear to do karate. برتديها عشان ألعب كاراتيه. wear يعني يلبس، بلبس عشان ألعب كاراتيه. I wear goggles. برتدي النظارة بتاعت السباحة، نظارة سباحة. امتى؟ When I go swimming. لما بذهب للسباحة. Football pitch اللي هو ملعب كرة القدم. ماله؟ Where I play football. Where I play football. حيث ألعب كرة القدم. مديني 1 2 3 4 5 6. عطيني 6 زيادة. دي كده زيادة. ودي كده برضو زيادة. لأن لما اتكلم عن كرة القدم الملعب يبقى وير. ده المكان اللي بلعب فيه. تمام. Read the text and answer the questions. أي معلنة اسم علا. I play football. بلعب كرة القدم. I love kicking the ball. بحب أشوط الكرة. أنسى بيتش في الملعب. I wear my football boots. برتدي حذاء كرة القدم. الحذاء. My friend هنا plays tennis. صاحبتي هنا بتلعب تنس. She uses the racket. بتستخدم المضرب. And runs تجري. Fast بسرعة. On the court في الملعب. My friend May goes swimming. تذهب للسباحة. She wears the goggles. تلبس نظارة السباحة. When she is in the swimming pool. وهي في حمام السباحة. My friend Sarah does kung fu. بتلعب الكونغ فو. She can do high kicks. بتعمل ركلات عالية. Very well. يعني جيدة جدا. My friend Ali plays squash. He plays on a small court. بيلعب في ملعب صغير للسكواش. With walls all around. محاط بحوائط من جميع الجوانب. He plays with a small racket. بيلعب بمضرب صغير. مضرب. And moves very fast. وحركات أو يتحرك بسرعة. كل ده خدناه في الدرس. It shows the correct answer from A, B, C, or D. Number one.
نوات ويرز جوجلز ان ذا سويمنج بول. مين اللي بيلبس نظارة السباحة في حمام السباحة؟ ولا علا ولا مي ولا علي ولا هنا؟ قال لك مي جوز سويمنج، هي اللي بتذهب للسباحة، يبقى مي هي اللي بترتدي ايه؟ سويمنج جوجلز. ذا underlined ويل، كلمة ويل مين ذا تعني؟ يعني ايه ويل؟ ولا جود جيد ولا بيت سيء ولا سمول صغير ولا طول طويل؟ طبعا ويل معناها جود. 75 What does Hannah use؟ تعال نشوف هانا بتستخدم ايه. فين هانا؟ مي ادي هانا. هانا بليز تنس، شي يوزز، بتستخدم هاي ولاد ذا راكتس، بتستخدم الراكتس. هنقول شي uses، دورت على كلمة use، she uses the rockets، تستخدم المضرب. summarize يعني لخص. the text in two sentences، لخص لي النص ده في جملتين. ممكن مثلا نقول ايه يا ولاد؟ اي اجابة هنا مقبولة في الاسئلة دي؟ there are a lot of sports in Egypt، ذكر لي انواع رياضات مختلفة عندي ايه في النص ده. تمام. ممكن كمان نقول ايه؟ we practice sports to be healthy، بنمارس الرياضة عشان نكون اصحاء. we move very fast، يعني اتحرك ايه بسرعة. بعد كده الترتيب هنقول what، كلمة الاستفهام يجي بعدها ايه؟ what is، فعل مساعد. what is your favorite sport، ما هي الرياضة المفضلة لديك؟ what is your favorite sport. بعد كده I like، أنا أحب. hi كيكس، بحب الركلات العالية، بيست كثيرا مثلا. بعد كده my ايه ولاد؟ ماي سوت، بدلتي فور كاراتي، البدلة اللي بلبسها في الكاراتيه مالها بقى؟ از وايت، لونها ابيض. بعد كده اي وير بوتس تو بلاي فوتبول، برتدي ايه؟ الحذاء علشان العب كرة القدم. كده بانكتويشن عندي ايه بقى؟ عندي التي اول كلام. they have tennis courts in the park، يوجد ملاعب تنس في الحديقة. طبعا دي جملة فنحط نقطة. بعد كده بيقول لك اتكلم على ايه؟ different sports، اللي هي الايه؟ الرياضات المختلفة. what do you wear، بتلبس ايه؟ وبعد كده ايه؟ where do you play، اين تلعب؟ وطبعا ايه عندي في نهاية الوحدة بيجيب لي ايه اهم الموضوعات. تمام، موجودة فين دي؟ في نهاية ايه الوحدة. هتكلم زي ما الواد اتكلم النهاردة، ايه الحاجات اللي بلبسها في الرياضات المختلفة؟ في كرة القدم مثلا تقول ايه؟ I wear boots، برتدي البوتس to play football، عشان العب كرة القدم. تقول مثلا I play football on the beach، بلعب كرة القدم على البيتش، وهكذا. كل حاجة بلبس ايه وبلعب فين، بلبس ايه وبلعب فين. تمام. صفحة 83 هتلاقي هنا البراجراف التاني كده بيتكلم على sports places and equipment. بيقول لك I like swimming، بحب السباحة. I wear swimming goggles، برتدي نظارة السباحة to protect my eyes، تحمي عيوني. I always go to the swimming pool on Saturdays. My brother is good at playing football. He wears his football boots، بيلبس حذاء كرة القدم، to play with his team، مع فريقه.
هي بليز بيلعبوا فين؟ اون ذا فوتبول بيتش. يعني تختار رياضتين كده وتقول بنلبس فيهم ايه وبنلعبهم فين. تمام يا ولاد؟ وبكده نكون انتهينا من شرح الدرس التالت من الوحدة التانية من كتاب الأضواء جيم للصف الخامس. الفيديو الجاي إن شاء الله يا ولاد معانا ايه آخر فيديو في الوحدة، وآخر درس معانا إن شاء الله هيكون في الفيديو الجاي، آخر درس في الوحدة التانية. أي حاجة محتاجينها زي ما قلنا افتحوا قائمة تشغيل الصف الخامس، هتلاقي كل الدروس مشروحة ومحلولة من جيم وبيت والمعاصر. وتابعونا صفحة الفيسبوك ميسي برجب لأي استفسار، وبننزل حلول الوحدات هناك كده ورق مصور. ياريت نعمل لايك ولازم نشترك في القناة عشان يوصلنا إن شاء الله كل جديد. كانت معاكم ميسي برجب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.